ديان وكريستين بخصوص ان فرق معانا. انا كنت قبل ما اخش في موضوع الكورس وقبل ما اخده انا كنت نفسيا في البيت مش مبسوط خالص، مش مرتاح في اي علاقه في البيت، في الكلام في كده ما كانش فيه تفاهم، كان فيه عصبيه من ناحيتي انا كتيره قوي، اتعصب كتير، زعق، صوتي يعلى، كنت دايما ابص انت لازم تعملي، انت لازم لازم، كنت ببص على اخطائها دايما ومبصش على اخطائي. حاجه درس الغفران هو ده، ازاي ان انا اغفر، ازاي ان انا مبصش على غيري، ازاي انا ابص على نفسي انا بس. وفرق معايا طبعا علاقه العهد، علاقه العهد دي حقيقي حاجه جميله جدا. فرقت معايا ان انا كيف احب، كيف احتضن، كيف ان احنا نكون علاقه فعلا علاقه عهد مش علاقه كده، فده فرق معايا جدا. خدنا علاقه العهد يعني ما تكونش علاقه عقد، تكون علاقه عهد. فرق معانا في علاقه العهد ان زي ما ابصش على اخطاء التاني، على اخطاء شريك حياتي، ابص على نفسي واغير من نفسي. فرق معايا في درس الغفران ان انا اغفر، لان عدم المغفره بتسبب حاجات كتير، بتخلي مفيش احتضان، يعني بيبقى في حاجه كده في النص بتبوظ الدنيا. لكن لما اتعلمنا نغفر بقى في اتساع، في كلام، عارفين نتكلم مع بعض. في درس الزرع والحصاد فرق معانا برضو ان انا كنت برمي كلام كتير سلبي، كنت بزرع زرعة مش كويسة، بس اتعلمت ازاي ازرع زرعة كويسة عشان اخد نتيجة كويسة.